ايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جدعان اللي هقوله دوت يعني مستحيل عين تصدقه ولا عقل. احكموا انتوا دلوقتي يا جدعان، في حد لحد اللحظه ديت بيحصل له اللي انا هقوله لكم وحصله له قبل كده ولسه بيحصل له النهارده وبكره وبعده. انتوا هتتصدموا من كلامي ده. اول حاجه نصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. دلوقتي في حد اسمه محمود، مش هقول من غير ذكر اسمه، لا اسمه محمود دوت يعتبر من جيراننا في كفر الشيخ دوت. كان مرة كده وهو صغير كان ماشي، فأصحابه كان قاعدين في الترعة ديت، الترعة اللي انتوا عارفينها اللي هي في الفلاحين ديت، فعاملين بيقولوا له يا محمود مش عايز تيجي تعالى معانا اضرب لك غطس مش عارف ايه، كانوا صغيرين بقى. فالراجل ايه يعني لبس ونزل معاهم الترعة، يا دوبك أول ما لبس ونزل معاهم الترعة جت النصيبة. لا دولت ما كانوا الصحاب، اول ما نزل لا اللي بيغرقوا يمسكوا كده من دماغه يغرقوا ويعملوا يغرقوا ويعملوا، كانوا هيموتوه. كانوا تلات اربع اصحاب، هما مش اصحابه اصلا، دول جنيات البحر او اللي هي النداعة اللي هما بيقولوا عليها ديت، اللهم احفظنا يا رب. فكان هيموت، حظ ربنا ما ماتش، بس لحد اللحظة ديت بيحصل بيعمل حاجات لا تغير ولا توقع. فماسكين دماغه كده عاملين يعذبوه، فاهم، يحطوا دماغه في الميه يشيلوه، يحطوا دماغه في الميه. لاجل حظه عشان ربنا بيحبه اتكتب له عمر جديد. كان في جرار كده معدي، اول ما شافوا النور والجرار الصوت اختفوا، ما بقاش في حد حواليه، قاعد بيبص في الميه كده، انا كنت هموت، طب اصحابي راحوا فين، طب ده بيغرقوني ليه كذا، ايه فكر اشتغل في دماغه. فالمهم كده ايه، فهو يعني طول ما بيعرفش يقوم او حاجه زي كده عمال ايه الكلام ده ويهبط، هو ما بيعرفش يقوم يهبط في الميه. فبتاع الجرار دوت شافه، ربنا يجزيه كل خير يا رب. فبتاع الجرار دوت شافه فطلعه، قال له انت نزلت هنا ازاي ولا ايه اللي حصل؟ قال له والله يا عمي حصل واحد اتنين تلات، صحابي كانوا في الميه ونادوا عليا وفجأة لقيتهم بيغرقوني، وبعد كده ما لقيتش حد حواليا ومفوتش الا انت موجود دلوقتي معايا. قال له دول يا ابني مش اصحابك، دول اللهم احفظنا، وانت ازاي تنزل المايه بالليل اصلا؟ كتر خيره الراجل اخده معايا يعني، غير له هدومه كده ونشفه. قال له انت ساكن فين؟ قال له انا ساكن في الحته الفلانيه، وداه والدنيا تمام. تاني يوم بالليل في نفس الميعاد بيروح المايه، بيروح الترعه في نفس المكان اللي هو فيه، يتمرمغ وينزل ويطلع كانه ملبوس لوحده. كان كل يوم في الميعاد ده. فلما ابوه عرف قال له يا ابني انت بتعمل ايه ولا بتروح فين؟ قال له انا يابا ما بعرفش اتحكم في نفسي، انا بمشي كده مع لوحدي ما بحسش باي حاجه بتحصل الا وانا في الترع. فابوه عرف ان هو بيروح في الترع يفضل يتمرمغ ويعمل وكانه ملبوس والكلام دوت كله، فحاول ان هو يمنعه. ففي مره كان نازل من على السلم وابوه جاي بيمنعه، يقول له انت ما انتش نازل، ما انتش، هو ما كانش في وعيه، تالت لبس او حاجه زي كده اللهم احفظنا من الترع دي. فزق ابوه من على السلم، رجليه اتكسرت. بعد كده عاش كام يوم وتوفاه الله، ربنا يرحمه ويرحم موطنه وكل من له حق علينا يا رب. لحد اليوم اللي احنا فيه دوت محدش عارف يمنعه، برضه بيروح الترعه. شوفه دلوقتي كبر واتجوز وعنده عيال وعنده زوجه، لحد اللحظه ديت بيروح الترعه يفضل يتمرغ ويفضل يهبد ويرزع ويرجع على طول. فودوه لكذا شيخ قالوا ما حدش عارف يحل المشكله اللي هو فيها او الحاله اللي هو بيمر فيها ديت. لحد اللحظه ديت هو بيروح الترعه يمرمغ نفسه ويعمل ويخلي، ما فيش ولا شيخ عارف يطلع اللي عليه ولا يعمل حاجه من اللي عليه، هو اتلبس من الترعه الله اعلم، بس حاله ملهاش تفسير، مش عارفين يخرجوا برضو ايه اللي على اللي عليه. لحد اللحظه ديت بيروح يمرمغ نفسه في الترعه ويتبهدل ويعمل، ورغم ان عدت سنين وكبر واتجوز وبرضو العادة ديت فيه ان هو ملبوس يعني. فعشان خاطر ربنا لكل حد بيحب عياله ويحب اسرته، بلاش يا جدعان المواقف اللي زي دي، بتمنى يكون العقل كبير. ايه صحابي بينزلوا بالليل الترع ديت انا انزل معاهم؟ ما بلاش الترع ديت يا جماعة، ديت في ناس بتموت فيها وفي حوادث بتحصل فيها وملبوسة، جنية البحر بتبقى فيها، اي حد بيموت جثته بتبقى لابسه المكان. بلاش يا جماعه، بلاش ناس تنزل، بلاش عيال ينزلوا الترع، بلاش ناس تنزل الترع يقول لك ايه ده حر بنقضي فيها مصيف، كل ده غلط، اقسم بالله غلط، ممكن تتلبس، ممكن جنيه البحر دي تطلع لك. طب انا هحكي لكم موقف بالمناسبه كده، احنا خلصنا من اخونا محمود ربنا يعافيه ويشفيه يا رب. دلوقتي
فاكرين قصة صلاح لو تركوا المرة اللي فاتت؟ جنب بيت صلاح بقى عيلة خال أمي، فديت كانت في الحاجة ربنا يديها الصحة يا رب، مرات خال أمي ديت ربنا يديها الصحة، كانت بتطلع إيه كل يوم بالليل تقعد كده قدامها زي ما انتوا عارفين اللي هو الطريق اللي هو العموم الشارع ده، وبعد كده الترع، كانت كل يوم بتطلع تقعد بالليل. فمرة وهي طالعة تقعد بالليل لقيت إيه الجنية، أقسم بالله زي ما أنا بقول لكم ربنا حاسبني على أيماناتي ديت، لقيت الجنية قاعدة على الناحية، هو الشارع أهو الترع اهي، الترع بقى ايه وراها في مزارع بقى وفي الكلام ده، لقى الجنية او النداهة دي قاعدة كده على ناحية المزرعة كده، وشعرها نازل كده 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 جاي لغاية البيت عند مرات خال امي. يعني شوفوا فين ده، في طريق عمومي وفي الترعة والمزرعة، هي بديها من المزرعة كده نازلة على الترع على الترع على الطريق العمومي لغاية بيت مرات. عمالة بتسرح في شعرها، شوفوا انتوا بقى طول شعرها وطول ايديها قد ايه. فمرات خال امي شافت الموضوع دوت، دخلت جري بسرعة، دخلت جري واستخبت وقفلت على نفسها، بتبص من الشباك بقى لقيت مدت ايديها لغاية الشباك. شوفوا منين، يعني في طريق وفي ترعة والمزرعة على طول ورا الترعة ديت، ايديها من غاية هناك شافها كده وهي بتبص لها ممدية لغاية البيت. حد يصدق اللي انا بقوله ده؟ كل يوم في نفس الميعاد لغاية ما الحاجة ديت حرمت انها تطلع تقف قدام البيت، بس تيجي تبص من الشباك كده تلاقي نفس الوضع، تلاقي ايه ايديها قدامهم. ما هي الناس ديت اللهم احفظنا يا رب بيكونوا عارفين كل حاجة، بيكونوا عارفين اسمك سنك، انت شايل ايه في المكان الفلاني، بتعمل ايه، بتخلي ايه، انت اسمك ايه، طب انت رايح هنا شايل حاجة عند ده، لا انت شايل حاجة عند ده، كل ده بيعرفوه. وممكن زي ما قلت لكم في القصة اللي قبل اللي فاتت ان هم بيتنكروا بشخص الواحد ده ويروحوا عشان يقتلوا الناس بنفس الشكل والاسم، يقول لك ده انا شايل دي في المكان الفلاني. يعني شوفوا عارفين ايه لدرجة فين. فربنا يستر الجميع ويحفظنا جميعا يا رب. كل النصايب والمشاكل دي يا جماعة بتحصل عن طريق سكة العربيات ده، من كتر الحوادث اللي بتحصل فيه ومن الترع بسبب النداهة وبسبب الكلام ده. 90% من النصايب اللي بتحصل دي بيكون اساسها النداهة، فربنا يسترها عليك وعلينا جميعا يا رب. وانا بعتذر لو انا طولت عليكم في الحوار، بس انا قصدي ايه، بتمنى من الاسره اللي هي ساكنه في المكان اللي زي ده تحافظ على اولادها، تحافظ على جوازها، تحافظ على نفسها، مش حد يخبط عليكي بالليل تفتحي يقول لك كذا، ممكن تكون هي الجنيه عارفه كل حاجه غلط ان حد مثلا يفتح كذا. طب ما في صبح الكلام بالعقل، في صبح تاخد اللي هي عايزاه، عيالك او جوزك مثلا ما ينزلوش الترعه، ما تنزليش انت الترعه، تقول لي مثلا انزل عامله ميه، انزل اعمل مش عارف ايه. انا عارف ان ده شغلكم واكل عيشكم لو بتزرعوا او بتسقلوا تزقوا الاراضي، بس برضو حافظوا بالليل بعد المغرب او بعد العشاء خط احمر، محدش يخرج ولا يعمل عشان نقلل النصايب اللي بتحصل ديت. وبتمنى كلكم يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي حفظ الله وفي رعايتكم. السلام عليكم.